يقولوا مدرسة من المدارس اللي في السلطنة مسكوا مع الولد تلفون، ولد تقريبا في السابع أو الثامن، مسكوا تلفون ولما فتحوه لقيوا فيه بلاوي، فاتصلوا بالوالد: تعال يا ولد، هذا ولدك شأنه كذا وكذا وكذا وكذا، عذر أقبح من ذنب. مو قال الوالد، قال: هذا ما في أدب، هذا شال تلفوني، هذا شال تلفوني، يا ليتك ما نطقت. المسألة واضحة جدا يعني.